هناك حاجة مصرية للمصالحة مع قطر، منها ما يعود لأسباب اقتصادية. يعيش في قطر أكثر من 300 ألف مصري يحولون بشكل دوري أموالاً لبلدهم، وهناك استثمارات قطرية ضخمة في مصر سواء للحكومة أو لرجال الأعمال، وهما أمران أساسيان للقاهرة التي تعيش وضعاً اقتصادياً متردياً. ما زالت الانتقادات الحقوقية الموجهة للسيسي من اعتقال للصحفيين ومصادرة ممتلكات الشركات التي كانت تعمل مع قناة الجزيرة قائمة ولم تحل بعد. إن المصريين في حاجة إلى وساطة قطرية في المشكلة المستمرة مع إثيوبيا حول سد النهضة، خصوصاً أن الدوحة تملك علاقات جيدة مع أديس أبابا والخرطوم، كما أنه يمكن للطرفين أي مصر وقطر التعاون بشكل أفضل لحل الأزمة الليبية. إن القيادة المصرية هي المستفيد الأكبر من عودة العلاقات مع قطر، وخاصة أن قطر أصبحت محوراً رئيسياً في المنطقة ولها تأثير كبير على الدول التي لديها خلافات مع مصر. السيسي الآن بحاجة إلى منقذ في ظل التدهور الاقتصادي وسقوط الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية. هل سيعتذر السيسي لقطر عن الإساءة لسنواته؟ هل الإعلام المصري الآن سيمجد بقطر بعد هذه الزيارة؟ هل ستطالب قطر بتعويض الصحفيين والشركات التي تمت مصادرتها